الجلابة أو القشابية مدفأة متنقلة تقي من يرتديها من برد الشتاء. هنا في السوق الأسبوعية يختلف سعر القشابية من واحدة لأخرى حسب نوعيتها. يتراوح سعرها ما بين 20,000 إلى 120,000 دينار نظراً لما تمنحه لصاحبها من هيبة ووقار كما يقول زوار السوق. مخدومة بالليل تاع الخلالة، ميزان تاعها تلحق عند قريب الكيلو. كاينة كيما هذه دير 12 مليون، وهذه رخيصة شوية دير 6 ملايين، كاين ب 4 ملايين ونص، كلها ولا سبب. عندي تاع مليون و100، تاع 2 ملايين و200، 3 ملايين جلابة وبرية. تمتاز ولاية سعيدة عن باقي ولايات الوطن بطقسها البارد، إذ يلجأ سكانها إلى اقتناء القشابية كدرع يقيهم من البرد القارس. كي يجي البرد والمشتا نشرو جلابة، في الشرق يقولوا لها قشابية وكاع حنا هنا نقولوا لها جلابة. كيما هكا هذه تعاود نستعملوها للبرد، هما نشروها ب 800 حتى 11 12، كلها وسومتها، كل مقطع وسومته. كاين تاع لوبر، كاين تاع نورمال. كيما تاع لوبر هي غالية، كاين دايره 13 14 بلا خياطة، بالخياط 13 مليون، وبالخياطة تلحق 14 15، هذه هي سومتها. تبقى القشابية ذلك اللباس الذي يحمي المواطن السعيدي من برودة الشتاء لتحتل المرتبة الأولى من حيث المبيعات، عكس الألبسة القطنية التي أضحت غير قادرة على منافسة جلابة.